Herkese selam. Nasılsınız sevgili öğrencilerim? Yeni dersimize hoş geldiniz. Dersin الماضي كان بعنوان شو يا حلوين وطن دستان مذكرين قرأنا شعر بعنوان ملحمة الوطن. اليوم رح نحل الإتكان لكلار الخاصة فيه. برينج إتكان لك شو بدون وكدونز شيردك كان anlamını bilmediğiniz كلمة في كلمة gruplarını bulunuz. أوجدوا الكلمات يلي ما عرفتوا معناتهم ومر معاكم في الشعر يلي قرأناه الدرس الماضي. متنين بالامندان هركت لأنلام لارن تاهمين يدينز من خلال قراءتكم للجمل يلي هن مروا فيهم بالنص. هدول الكلمات حاولوا تخنوا معناهم. بعدين شو لازم نعمل؟ تاهمين لرينزن دورولونو تيديكي تركتشي سوسلوكتان كنترول ايدينز. وبعد نحن ما نقوم بالتخمين لازم نتحقق من معناهم ضمن التي دي كي اللي هو قاموس في اللغة التركية. أنا مثل ما حكيت هذا القاموس موجود عندي وعم شوف لكم معاني هذه الكلمات. طيب خلونا نبدأ مع بعض يا حلوين. الكلمة الأولى شان. شان مثل ما حكينا هي بمعنى المجد. المقابل إلى ضمن القاموس هو أون شهرت. أون كمان هي شهرة. إذن الشهرة شان مقابل إلى أون شهرت. مجد. المجد هي البشرة، هي الخبر السار. شو معناتها ضمن القاموس؟ سبين درجة بير هابير، خبر يجلب السرور، خبر سار. جيهان شو هو؟ مثل حكينا العالم، دنيا. هذا المعنى ضمن القاموس. ديستان هي الملحمة، القصة التاريخية، القصة الأسطورية، بتحكي عن أبطال. شو معناتها بالتركي؟ تاريخ أنجسي كهرمان لارلا إلجيلي أولان أستو أولاي لاركون ألان بير شعر. إذن هو شعر موضوع شو؟ أحداث أولاي لارا أحداث أولان أستو استثنائي فوق العادي متعلقة بمين؟ كهرمان لار. كهرمان لار لا مع بأبطال تاريخ أنجسي قبل التاريخ. يعني هي قصة شعر قديم كتير بيحكي عن أبطال ضمن موضوع استثنائي. تمام؟ تكون القصة استثنائية جدا. المعنى الثاني لديستان هو اي بوبي. تمام؟ هيحفظوها مهمة. اي بوبي هي مرادف ديستان. اللي بعده ليفانت. ليفانت مثل ما حكينا ضمن النص جاءت بمعنى ممشوق أو طويل القامة. إلى معاني تانية أيضا باللغة التركية يعني شجاع. تجيب معنى شجاع. المعنى اللي مر معنا بالنص هو بويلو بوسلو. بويلو بوسلو يعني تشوك أزون، طويل كتير، ممشوق القامي. بيقولوا له باللغة التركية بويلو بوسلو. كمان ممكن تجي ليفانت بمعنى يقشقلي أي وسيم. تمام؟ لهون منتابع مع بعضنا أصدقائي. هون الأسئلة اللي كنت جيت كان ليك، الأسئلة كلها عبارة عن أسئلة مناقشة، أسئلة استنتاجية، يعني ما في أي سؤال نحن يعني من المهم إننا نحله. ننتقل مع بعضنا للدردنجو إتكان لك النشاط الرابع. بالنشاط الرابع شو بدهم بالدردنجو إتكان لك؟ أكودونس شيردي وطن النيلري بنزا تلديني أرنكتي أولدو جيبي كارشلارنا يظنز. يعني شوفوا الفقرات هاي حاطينها هون تحت، شايفين هون الفقرات مروا معانا بالنص. بهاي الفقرات تم بكل فقرة تم تشبيه الوطن لشيء معين. لازم مع بعضنا نوجد شو هو الشيء اللي تم تشبيه الوطن له. بالمثال اللي عطينا إياه لشو شبه الوطن؟ أمانا. أمانا للمحيط. تم تشبيه لشو؟ للمحيط. بنزة المشتر. أمانا بنزة المشتر. طيب نحن رح نقرأ الفقرات الأخرى ونشوف لشو تم تشبيه الوطن فيها. نجي كمان هون على السطر الأخير، شايفين هون بالمثال السابق من السطر الأخير استنتجنا التشبيه. سان أنا نسبة لي أمان جيبسن، شايفين أمانا بنزة المشتر. طيب نشوف هذا كمان شو بالسطر الأخير. أو كدر ليفانسن شو في الدان، شايفين هاي الكلمة اللي حكينا هي الشتلة الممشوقة، الشتلة الطويلة في الدان جيبسن. إذا لشو شبهوا؟ لا الفدان. فدانا بنزة المشتر، مثل ما هون مكتوب أمانا بنزة المشتر، نحن نكتب فدانا بنزة المشتر هون. تمام؟ اللي بعده كمان نطلع مع بعضنا على السطر الأخير. جنت بير يشيل ميدان جبسن. شو
مثل ميدان أخضر في الجنة. إذا لشو شبه الوطن؟ منقول جنة بير يشيل ميدانا بنزة المشتر، مثل الجملة الأولى. هذا هو الشيء اللي شبهنا له الوطن. اللي بعده نجي على السطر الأخير كمان. إذا دان سوسمش جيلانجي بالسن، لشو شبه الوطن هون؟ لا غزال عطشان منذ الأزل. إذا دان سوسمش جيلانا بنزت المشتر، تمام؟ هاي هي الأجوبة. إيفيت بشنجي إتكان لك جيلينجي، شوفي اللي بشنجي إتكان لك وكودونوس شيرين تماسن في أنا دوي جسنو إلجلي بوشلوك لارا يزنز بدون التما، يعني الموضوع الرئيسي، والأنا دو يقول الإحساس الرئيسي الموجود في النص. الموضوع طبعا مبين واضح هو الوطن. بالنسبة للإحساس الأساس شو هو؟ هو حب الوطن. حب الوطن هو كان الإحساس الأساس للنص. وطن سيف جيسي. نعم لهون يا حلوين، نتابع مع بعضنا الدرس. أصدقائي وصلنا لعند اليدين جئت كان لك. قبل ما نبدأ بحل اليدين جئت كان لك، بحب أذكركم بدرس القواعد اللي أعطيناه. متذكرين هذا الدرس؟ آخر شيء أعطيتكم إياه هو لاحقة الشخص لكل صيغة من الصيغ، تذكرتوا؟ هذا الجدول، هذا الجدول، رجعوا راجعوا قبل ما نبدأ بحل هذا التمرين السابع. طيب في شغلة تانية كمان بدي أكد عليها، أعرفكم على شيء. شو نحن منقول للضمائر باللغة التركية؟ بالنسبة للضمير بان، شو اسمه بالتركي؟ اسمه بيرينجي. شايفين هذا رقم واحد؟ بيرينجي تيكيل كيشي، يعني الشخص المفرد الأول، احفظوهم هدول. بالنسبة لسان هو إكينجي، هاي اثنين، إكينجي تيكيل كيشي يعني الشخص الثاني المفرد. الأو هي اتشنجو تيكيل كيشي، عشان بس شفتو تعرفوا، يعني انا لما بشوف بدهم لاحقة البرنجي تيكيل كيشي بروح على الجدول يلي فوق اللي شرحناه طبعا بالدرس الماضي درس القواعد، وبشوف شو هي اللاحقة المناسبة حسب شو حاطين، لانه ما رح يحطوا لبان، رح يحطوا لي مثلا بدال البان برنجي تيكيل كيشي، تمام؟ بدال الاو اتشنجو تيكيل كيشي. ركزنا مع بعض، احفظوا هاي الشغلات. بالنسبة للبيز شو هي باللغة التركية؟ بيرينجي تشول كيشي. السيز إكينجي تشول كيشي، يعني الشخص، شخص الجمع الثاني، هذا الشخص الجمع الأول البيز. الأونلار تشنجو تشول كيشي، هو الشخص الثالث في الجمع الأونلار، تمام؟ هيك ركزنا مع بعضنا. لما بشوف أي واحد من هدول بتذكر شو هو الضمير اللي بدهم لاحقته. يلا بننتقل مع بعضنا للحل. جاهزين؟ هذا ميز بصلي لهم. اللي دنجيت كان لك أشادك إليم لري طابو لاردا فيريلان كيب، تمام؟ كيب يعني الصيغة. أول شيء أعطينا الصيغة. في كيشي إكليريني، كيشي إكليريني مثل ما حكينا وفقا للجدول يلي شرحنا درس القواعد. جوري أورنيك تكي جيبي تشيكيم لينيز، صرفوا لهالأفعال وفقا للصيغة اللي بدهم إياها. الكيب والكيشي إك لاحقة الشخص. خلونا نبلش مع بعض. الفعل اللي بدهم اياه طبعا بيعطونا اياه مجرد كوك، عبارة عن جذر ما معه ماكو ميك. الفعل الاول هو كوش، كوش الركض، تمام؟ بدهم صيغة الكيب هي جريك ليليك كيبي، صيغة التوجب. كمان هاي شرحناها في درس القواعد. مالي ميلي كوش، اذا مالي. طيب بدهم الإكينجي تيكيل كيشي. مين هو الإكينجي تيكيل كيشي؟ هو السان. لاحقته مع الجريك ليكيبي هي سن. كوش مال سن، شايفين؟ مع السان بصير لاحقة سن، يعني سان كوش مال سن. إذا الفعل المصرف بشكل كامل شو هو؟ كوش مال سن، تمام؟ لهون ننتقل على الفعلية اللي بعده. بيل المعرفة، إنه نعرف شيء. بيل شو هي الكيب اللي بدهم اياها؟ جنيش زمان. الجنيش زمان شفتوا حطينا له كثير لواحق. بما انه بيل شايفين ما انا منتهي بحرف صوتي، اذا رباعي ري،
الرباعي المناسب لإي شو هو؟ أنا حطيت لكم إياها القاعدة بالأخير، الرباعي شو هو؟ الرباعي المناسب لإي هو إي كمان، فبيلير بدنا هلأ لاحقت الشخص، شو بدهم؟ الإكينجي تشول كيشي، إكينجي تشول كيشي، مين هو الإكينجي تشول كيشي؟ هو سيز، لاحقته في الجنيش زمان وفقا للجدول سينيز. بيلير سينيز، شايفين صار تشيكيملي فيل هو بيلير سينيز. تمام لهون صحصحين مع بعضنا. الفعل يلي بعده هو تشلش، تشلش هو العمل، فعل العمل. شو الكبي بدهم اياها؟ شارت كبي، شايفينها شارت كبي، سا سي، صح سا سي، تشلش سا معناتها. الاتشنجو تشول كيشي، مين هو الأوتشونجو تشول كيشي؟ هو الأونلار، شو لاحقته؟ يا لار يا لير مع السا والسي، إذا صارت تشالش سا لار، شايفين هذا الفعل مصرف كاملا تشالش سا لار. اللي بعده جيز، جيز هو فعل التجول أو فعل يعني المشورة مثل ما بنحكي نحن. الشندكي زمان، شندكي زمان مثل ما حكينا رباعي يور، الرباعي المناسب لأيه آخر حرف صوتي هون هو إي، شايفينه؟ هذا إي وبعدين حطيت اليور. طيب شو بدهم مع أي ضمير؟ برنجي تكيل كشي، مين برنجي تكيشي؟ تكيل كشي بان، إذا لاحقته وفقا للجدول، طبعا راجعوا الجدول. أوم جي زي يوروم، هذا الفعل مصرف كامل جي زي يوروم. اللي بعده أوينا، أوينا معناتها اللعب. شو بدهم؟ الكيب هي جيليجيك، زمان زمن المستقبل. أجاك إجيك، مذكرين اللواحق؟ أجاك إجيك، أوينا جاك معناتها، رح تاخد أجاك. تكلكشي أتونجو تكلكشي، مين هو الأتونجو تكلكشي؟ أو، الأو قلنا بكل شيء ما بتاخد أي لاحقة، شايفين هون ما حطينا ولا لاحقة. طيب كيف صار الفعل مصرف كامل؟ صار أوينا يا جاك، شايفين هذا هالواي الزيادة عنده؟ هذا اسمه حرف حماية في اللغة التركية، يحمي نهاية الفعل، الفعل يلي بنتهى بحرف صوتي من الالتقاء بحرف صوتي ثاني بيكون في بداية، في بداية لاحقة الكيب، مثل هون لاحقة الجليجيك زمان أجاك، والفعل أوينا نهايته حرف صوتي، حرف صوت حرف صوتي ما بيلتقوا باللغة التركية، فبحط ي حرف حماية. تمام هيك؟ طيب أصدقائي نتابع مع بعضنا بقية الأفعال، ضل عندنا فعل واحد. بيكلي، بيكلي الانتظار. الاستكبي، الاستكبي يا شاطرين مثل ما حكينا ما بتجي غير مع بان، مع يعني الضمائر بان وبيز، ذكرين يا بلم يا طيم، فلأفعل فلنفعل، هاي فيها طلب فيها مبادرة، هاي الصيغة هيك. فلاحقت الاستك بي هون بيكلي اي، هي بتجي يا اي هون بما انه اي فاي بتاخد. برنجي طبعا بطبيعة الحال برنجي تشول كشي اللي هو بيز، فقط هاد الضميرين بياخدوا هاي الصيغة الاستك بي، البرنجي تشول كشي يا اما البرنجي تكل كشي يعني البان والبيز. تمام، هن بدهم البرنجي تقول كشي، مين معناتها؟ معناتها البيز مثل ما شرحنا. بيز لحقتي لم في الاستكبي. طيب كيف صار فعل مصرف كامل؟ بيكلي لم، كمان والي هون شايفينها حرف حماي، الي شو حرف حماي؟ بيكلي لم، حمت الاي والاي من الالتقاء مع بعضهم حطينا ي حرف حماي. لهون أصدقاء الحلوين نكون وصلنا لنهاية الدرس، الله إيماني تقولون خوش تشكلن.